بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل يا جماعة ان شاء الله كلامنا النهاردة عن قانون الجيب، والجزء الثاني من الدرس بتاع قانون الجيب. اول مسألة يا جماعة هتقابلنا، اوجب محيط المثلث س ص ع الذي فيه ع شرطة بتساوي 9.25 من 100 سنتي، وقياس الزاوية س 62 درجة و21 دقيقة، وقياس الزاوية ص 54 درجة و39 دقيقة. زي ما احنا متعودين يا جماعة في المسائل بتاعتنا ان احنا اول حاجة بنعملها بنرسم المثلث علشان بيسهل عليا المطلوب والمعطيات. طيب احنا هنقول هنا س ص عين، وعين شرطة طبعا المقابل للزاوية عين، وص شرطة المقابل للزاوية ص، وس شرطة المقابل للزاوية س. احنا في المسألة يا جماعة المعطيات اللي عندي الس موجودة عارفينها، قياس الزاوية س وقياس الزاوية ص عارفينها، وعندنا عين شرطة معلومة، وهو محتاج مني محيط المثلث. طيب محيط المثلث يا جماعة زي ما احنا عارفين ان هو عبارة عن ايه؟ مجموعة اطوال اضلاع اللي هو س شرطة زائد ص شرطة زائد عين شرطة. انا عندي عين شرطة لكن ص شرطة مجهول وس شرطة مجهول، يبقى احنا محتاجين ان احنا نجيب س شرطة وص شرطة. طب هنعمل ايه يا جماعة؟ زي ما احنا متعودين يا جماعة في المسائل اللي زي دي ان احنا بنستخدم قانون الجيب علشان نقدر نجيب الس شرطة او الص شرطة. طيب هستخدم قانون الجيب، هل هقدر اجيب؟ احنا عندنا س شرطة على جا س، قانون الجيب بيقول ان س شرطة على جا س بيساوي عين شرطة على دا عين. دلوقتي انا ليه ما قلتش س شرطة على جا س بتساوي ص شرطة على جا ص؟ ليه؟ لان انا عندي هيبقى في التالي المسألة عندي فيها مجهولين، هيبقى عندي س شرطة مجهول وص شرطة كمان مجهول، فبالتالي مش هقدر اجيب س شرطة بدلالة ص شرطة. لكن انا عندي عين شرطة معلومة واقدر اجيب قياس الزاوية عين بمنتهى السهولة زي ما هوريكم دلوقتي. فبالتالي انا باستخدام ان س شرطة بدلالة عين شرطة هيبقى بالنسبة لي عندي س شرطة بس هي اللي مجهولة، والباقي كله عندي معلوم، فهقدر اجيب س شرطة بدلالة عين شرطة. طيب احنا هنجيب قياس الزاوية عين ازاي يا جماعة؟ احنا قلنا زي قبل كده قياس الزاوية عين زي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا مجموع زوايا المثلث كلها 180، وانا عندي قياس الزاوية س وعندي قياس الزاوية ص، يبقى بالتالي ان قياس الزاوية عين اقدر اجيبها بمنتهى السهولة ان انا اقول 180 ناقص 62 درجة و21 دقيقة زائد 54 درجة و39 دقيقة. وبمنتهى السهولة يا جماعة كده قدرنا نجيب قياس الزاوية عين، وساعتها نقدر نجيب السين شرطة بدلالة العين والصاد شرطة كمان بدلالة العين. طيب احنا كده باستخدام الآلة الحاسبة هنجيب قياس الزاوية عين 180 ناقص مجموع الزاويتين طلع 117 درجة، تمام، هيساوي 63 درجة. يبقى احنا كده يا جماعة قدرنا نجيب قياس الزاوية عين. نطبق بقى قانون الجيب، س شرطة على جا س هتساوي عين شرطة على جا عين. س شرطة عندي يا جماعة مش معلومة، طيب جا س عبارة عن ايه؟ جا 62 درجة دي عندنا في المسألة و21 دقيقة، هتساوي عين شرطة اللي هو 9.25 من 100 سنتي على جا 63 درجة. باستخدام الآلة الحاسبة يا جماعة هنقدر نجيب س شرطة بمنتهى السهولة وهتبقى عبارة عن 9.20 من 100 سنتي، وده أول مطلوب جبناه علشان نقدر نجيب محيط المثلث. طيب المطلوب التاني بقى يا جماعة زي ما عملنا في س شرطة هنجيب بقى ص شرطة على جا ص باستخدام طبعا قانون الجيب، ص شرطة على جا ص هتساوي عين شرطة على جا عين. ليه جبته بدلالة عين؟ لأن عندي عين شرطة وجا عين الاتنين معلومين، وجا ص كمان معلومة، فبالتالي مش هيبقى عندي غير مجهول واحد فقط، تمام؟ ده أسهل لي بكتير إن احنا نثبت حاجة ماشي اللي هو عين شرطة على جا عين ونجيب الباقي كله بدلالته، خلاص كده؟ تمام. احنا ممكن نجيبها بدلالة الس شرطة، لكن خلونا يعني نثبت الأرقام بحيث إن يبقى المسألة عليكم سهلة. طيب هنقول ص شرطة مش معلوم عندي، جا ص قياس الزاوية ص يا جماعة عندنا كان 54 درجة و39 دقيقة، هتساوي عين شرطة اللي هو 9.25 سنتي على جا 63 درجة. وباستخدام الآلة الحاسبة كمان يا جماعة هنقدر نجيب الصاد شرطة طلعت في الآخر عبارة عن 8.47
طبعا ضربنا ده في ده وقسمناهم على ده. طيب احنا كده يا جماعة جبنا الصاد شرطة وجبنا السين شرطة. بمنتهى السهولة يا جماعة نقدر نجيب محيط المثلث. زي ما قلنا يا جماعة ان محيط المثلث عبارة عن مجموع اطوال اضلاعه، فبالتالي هيبقى س شرطة زائد ص شرطة زائد ع شرطة. قدرنا نجيب الس شرطة والص شرطة باستخدام قانون الجيب، تمام. وبالتالي يبقى سهل عليا جدا ان انا اجيب محيط المثلث هيساوي 9.20 سنتي زائد 8.47 من 100 سنتي زائد 9.25 من 100 سنتي. يبقى لما نجمعهم على الآلة الحاسبة هيطلع لي 26.92 من 100 سنتي، وهو ده يا جماعة محيط المثلث اللي هو طالبه مني في المسألة. تعالوا بقى يا جماعة نشوف ما نوع تاني من المسائل بتاعة قانون الجيب، وهي بتقول حل المثلث ألف ب ج الذي فيه ألف شرطة بتساوي 33.6 من 10 سنتي، وقياس الزاوية به 42 درجة و14 دقيقة، وقياس الزاوية ج 75 درجة. زي ما احنا متعودين يا جماعة ان اول حاجة احنا طبعا بنرسم المثلث ألف ب ج، احنا عندنا الزاوية ب وعندنا الزاوية ج وناقص لنا الزاوية ألف، تمام. حل المثلث يعني ايه؟ يعني اوجد كل حاجة مجهولة فيه. طب احنا عندنا اي مثلث عبارة عن ثلاث اضلاع، يعني ألف شرطة وب شرطة وج شرطة، وثلاث زوايا يعني قياس الزاوية ألف وقياس الزاوية ب وقياس الزاوية ج، تمام كده. هو مديني ألف شرطة ومديني قياس الزاوية ب وقياس الزاوية ج، يبقى ايه اللي ناقصني؟ ناقص لي ب شرطة اجيبها وج شرطة اجيبها وقياس الزاوية ألف. طيب كل دول بالنسبة لنا ايه يا جماعة؟ مجهولين. حل المثلث يعني هات لي بقية الحاجة المجهولة عندي. طيب اول حاجة هنبدأ بيها يا جماعة قياس الزاوية ألف، لان هي اسهل حاجة. احنا قلنا يا جماعة ان مجموع قياسات زوايا المثلث كله 180، يبقى قياس الزاوية ألف لوحدها تبقى 180 ناقص مجموع الزاويتين التانيين اللي هو 42 درجة و14 دقيقة زائد 75 درجة، فبالتالي هتبقى قياس الزاوية ألف هتساوي 180 درجة ناقص 117 درجة و14 دقيقة، ده مجموع الزاويتين، فبالتالي ان قياس الزاوية ألف هتساوي 62 درجة و46 دقيقة. احنا كده جبنا اول مطلوب. طيب تاني مطلوب بقى يا جماعة ايه؟ ب شرطة وج شرطة. طيب هنجيبهم بإيه يا جماعة؟ باستخدام قانون الجيب زي ما احنا متعودين. طيب هنقول هنا أ شرطة على ج أ هتساوي ب شرطة على ج ب، تمام كده. يبقى احنا هناخد ده مع ده مرة، طبعا احنا جبنا الألف شرطة على الجا أ، يبقى احنا هناخد ده مع بدلالة الب شرطة على جا ب، والمرة التانية بدلالة ج شرطة على جا ج، علشان نقدر نجيب الب شرطة والج شرطة، وبالتالي يبقى احنا كده حلينا المثلث. طيب يبقى أ شرطة بتساوي إيه يا جماعة؟ 33.6 من 10 على ج 62 درجة و46 دقيقة، هتساوي ب شرطة اللي إحنا مش عارفينها على ج كام؟ 42 درجة و14 دقيقة. باستخدام الآلة الحاسبة هنقدر نجيب ال ب شرطة هتساوي 25.4 من 10 سنتي. طيب تعالوا بقى كمان نجيب الجيم شرطة بدلالة الألف شرطة أو بدلالة البيه شرطة، مش إحنا جبناها خلاص مفيش مشكلة زي ما أنتوا عايزين، بس إحنا بنحب نثبت حاجة واحدة مجرد بس إيه يبقى الحل يبقى الأرقام شبه بعضها، يعني إن إحنا ثبتنا ألف شرطة على جا ألف عشان تبقى كل الأرقام شبه بعضها، ماشي. يبقى هتساوي جيم شرطة على جا جيم، ده طبعا قانون الجيب، فبالتالي هتساوي الألف شرطة زي ما إحنا عارفين أهو 33.6 من 10 على ج 62.46 دقيقة، هتساوي ج شرطة على ج
كام؟ جه 75 بقى، تمام كده؟ طيب فبالتالي هنقدر نجيب ج شرطة باستخدام الآلة الحاسبة اللي هتساوي 36.5 سنتي. فاحنا كده يا جماعة قدرنا نجيب كل الحاجات اللي مجهولة بالنسبة للمثلث أ ب ج، وبالتالي قدرنا نحل المثلث. علشان يا جماعة نكون منظمين في حلنا هنعمل ايه؟ هنعمل جدول صغير ونقول أ شرطة، ب شرطة، ج شرطة، قياس الزاوية أ، وقياس الزاوية ب، وقياس الزاوية ج، تمام كده؟ هنقول إن الألف شرطة هي كانت عندنا من الأول 33.6، وجبنا الب شرطة كانت 25.4، وآخر حاجة جبناها الجيم شرطة كانت 36.5، وقياس الزاوية ألف اللي احنا جبناها باستخدام مجموع قياسات المثلث كانت ب 62.46 درجة، والب كانت ب 42.14 درجة، وآخر حاجة الجيم كانت ب 75. فبالتالي كده يا جماعة احنا عملناها في جدول علشان يبقى كل حاجة بالنسبة لنا منظمة، ويبقى حتى المصحح اللي هيجي يصحح الامتحان يبقى سهل عليه ان هو شايف كل معطيات المثلث قدامه ويقدر يعلم بمنتهى السهولة، ما يحصلش لخبطة. طيب نشوف يا جماعة السؤال اللي ممكن يجي في الجزئية دي. اثبت في المثلث ألف ب ج، اثبت ان مساحته بتساوي 2 ناقص تربيع جا ألف جا ب جا ج، حيث أن نق طول نص قطر الدايرة المارة برؤوس المثلث ألف ب ج. شكراً.